أهلا بكم مرة ثانية، ومن العناوين إلى التفاصيل، وبداية مع مطر. شكرا سهى. يحتفل اليوم بأول أيام عيد الفطر السعيد، وقد أدى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه صلاة العيد في مسجد الدولة الكبير، وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ومعالي كبار الشيوخ، وسمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح، وكبار المسؤولين بالدولة. أعاد الله هذه المناسبة الكريمة على الجميع بالخير واليمن والبركات. Thank you.
Thank you.